كابتن شناوي، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا كريم، ودائما احنا بنتكلم في التحكيم. طبعا لازم نسال في التحكيم، وهنسال مين يا كابتن احمد؟ لازم نسال حضرتك ونسال خبرائنا وحكامنا الكبار يعني. الله يخليك الله يخليك. طيب قول لي يعني رايك الاول في طاقم التحكيم في ماتش الاهلي وسيراميكا. خلينا بس يعني انا شايف ان طبعا الكابتن ايمن رمادي يعني محمل التحكيم نتيجة المباراة. لا هو كابتن ايمن قال مش الحكم مش سبب رئيسي او التحكيم مش سبب رئيسي في خسارة الماتش. بص يا كابتن كريم. ايوه. خلينا نقول الحكم انت تقول كان له سبب في ايه؟ انه هناك قرار اثر في نتيجة المباراة كان ضدي او لغى لي هدف. ايوه. ركلة جزاء غير صحيحة، ركلة جزاء صحيحة اللي هي ما اتحسبتش. يعني انا شايف ان مفيش حاجه. انا عايز اقول لك انا طبعا لسه كنت الحالات عندنا في بون سبورت. ايوه. اون تايم. طلعت الحالات، يعني انذارات كانت مستحقه لفاولات سواء على سيراميكا او على النادي الاهلي. ايوه. مد الحكم يعني هنا وهنا. خلاص. الهدف اللي جه ما فيهوش شوفت شيء، حتى الوقت الاضافي اللي اعلنه الحكم. ايوه. جاي في الوقت مش ما مدش وقت ولا مد اي حاجه. اذا الامر النهارده ما عندوش اي، يعني الحكم ما عندوش اي حاجه لا ضد النادي الاهلي حتى ولا ضد سيراميكا. ضد سيراميكا. هو كابتن ايمن اتكلم في التعامل الحكم مع لعيبه سيراميكا، بيقول ان هو يعني كان بيتكلم مثلا ما كانش يعني بيعمل كده مع لعيبه الاهلي، لما يعني حد من لعيبه سيراميكا يقرب منه يقول له لو كلمت معايا هطردك. طيب يعني كان عنيف، يعني بيقول ان هو كان عنيف مع لعيبه السيراميكا. عايز اقول لك بقى هو ايه لعيبته قالت له كده، انا ما اعرفش، لكن انا مش شايف ان احنا قاعدين بنحلل قدامنا شريط المباراه والفيديو. ايوه. الكلام والمحادثه دي ما اقدرش اقول لك ان كان هناك حدث، يعني ده لازم اكون سامعينه، لكن الشواهد اللي أنا يعني بعد الهدف ما جه اطرد محمد ابراهيم. اكيد محمد ابراهيم قال حاجه اكيد. اعتراض بشكل بيعترض على ايه؟ وده اللي انا عايز اساله. يعني محمد ده من اللعيبه المؤدبه الكويسين جدا، خلي بالك. أيوة. يعني لعيب مؤدب جدا، وعايز في ايه؟ يعني انت بتعترض على الهدف في ايه؟ جم اعترضوا على الكورتين في الملعب والاستئناف السريع، ده موجود. رمي التماس بتتلعب واترمت كره داخل الملعب والكره بعيده تماما عن كره المباراه. الناس تيجي تقول هنا في الحته دي يا كريم بيقولوا ايه؟ يتكلم في حاجه يعني مؤثره، حاجه مؤثره. ما قلتش التحكيم يعني. طب ما انت كان في انذارات عليك ما خدتهاش، والنادي الاهلي في انذار عليه ما خدهوش. ايوه. نفس الكلام. يعني انا طلعت قلت هنا وقلت هنا. يعني طرد محمد ابراهيم يعني نفسي عايز يعني اطرد ليه؟ اكيد اعترض بشكل غير لائق او قال حاجه يعني. اكيد. انا عايز اقوله للكابتن ايمن ان كابتن محمد معروف اداله كارت احمر مباشر. يعني يا كابتن ايمن، يعني لعيب بعد الهدف راح على الحكم بالطريقه دي عشان ايه؟ طب ما هو خسر الفرقه مجهود المباراه الجايه، المباراه تنتهي خلاص. ايوه. يعني مش هقول لك لعبوا ناقصين، لا خلاص دقيقه دقيقتين والمباراه انتهت. انا عايز يعني كان يا ريت ان هو ما يعني ما يبقاش يقول كنت اتمنى ممكن في لعبه ليا كنت ما ادانيش انذار، وادى هنا ادى انذار ليا وما اداش للاهلي. يعني كابتن احمد الشناوي بيقول ان طاقم التحكيم النهارده كان ممتاز، مفيش اي اخطاء تؤثر على نتيجه المباراه. انا بقول ان في انذارات كان لازم يديها لهنا ولهنا وما اداش. بس هو ده اللي انا عايز اقوله. ايوه. لكن خطا يعني اثر في نتيجه المباراه مش موجود. موجود. يعني خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه، مفيش اي حاجه. ايوه. لكن يمكن الكابتن ايمن طبعا توقيت الهدف اللي جه وفي وقت طبعا يمكن زي ما بيقولوا في اخر دقيقه ولا اخر دقيقتين قبل نهايه المباراه. وطبعا ليه الحق طبعا بيزعل، وكان وعنده كان الفرص ان يهدف. فطبعا النهارده كابتن محمد معروف حكم وكابتن امين عمر حكم، ده معناه ان الماتشين الجايين هيكون واحد محمود البنا حكم الساحه والمباراه الاخرى كابتن محمد عادل. مين ممكن يحكم النهائي، محمد عادل ولا محمود البنا؟ والله انا بعتقد ان يعني محمد عادل. محمد عادل.
هو هيكون على والبنا يعني من الاثنين كويسين جدا. انا بقول لك يعني اعتقد ان ممكن يكون محمد عادل هو عايزين ماتش فيوتشر وبيراميدز يعني النهائي في حاجه الاهلي وفيوتشر هيكون ممكن محمد عادل والبنا في الثالث والرابع بيراميدز طيب اتفرجت على ماتش فيوتشر يا برضه كابتن احمد وبيراميدز؟ اتفرجت عليه وامين عمر عمل مباراه كويسه جدا جدا مباراه مستحقه لياقته بدنيه وبيتحرك بشكل كويس أي. الى جانب جت كوره في ايد لاعب بيراميدز داخل منطقه الجزاء المدافع وهي ده هنا في الوضع الحركي المبرر ايوه ان هي فعلا في مستوى وشكله بيعمل افويدنج يا كريم أي. يعني الكوره جايه ايده جنبه وبيرجع بايده لورا عشان الكوره ما تجيش فيه هي جت فيه لكن في هذه الحاله لا يعاقب بلمسه يد على الاطلاق تمام. واللي عجبني كمان محمود عاشور على تقنيه الفيديو على الفار أكد. اكد ان مفيش لمسه يد مفيش اي حاجه هو ده اللي يعني انا شفته في المباراتين النهارده أي. كانوا عندي يعني. لكن التحكيم كان كويس جدا لكن خلينا نقول حاجه يا كريم يعني في الكوره في الدنيا كلها لسه شايفين ليفربول والارسنال ايوه الجزاء لا يختلف عليها اثنين لم تحتسب شفت الماتش مش اتفرجت على الشوط الاول مش عارف الكوره دي كانت الشوط الثاني اللي هي الكوره بتاعت اللي محمد صلاح اللي اللعيب اللي خد الكوره بايده جوه منطقه الجزاء الشوط الثاني مش فاكر انا شوط بقى بصراحه من كتر الشوط الثاني لا ما اتفرجتش على الشوط الثاني اتفرجت على الشوط الاول بس والدنيا مقلوبه في انجلترا على اللعبه دي على الكوره دي على مقلوبه يعني خلي بالك يعني أي. الاعلام واتحاد حكام انجلترا مستغربين ازاي دي ما تتحسبش وفي فار وفي ناس الخطأ التحكيمي موجود في كل الدنيا ايوه يعني لا تقنيه الفيديو هتخلص هو بص يا كابتن احمد هي احنا يعني الاخطاء التحكيميه موجوده وهتفضل موجوده بس يعني هو ده اللي انا في اي حته في الدنيا هو دايما احنا بنتكلم على ايه؟ على العداله في التعامل مع اللعيبه مع الفرقتين يعني هقول لك احساس كابتن ايمن رمادي ان هو بيلعب الاهلي وجمهور وضغوطات فهو حاسس ان التعامل بتاع محمد معروف الحكم مع لعيبه الاهلي ما يقدرش يزعق لهم زي ما انت عارف يعني بتحصل في الماتشات مع الاهلي والزمالك والفرق الكبيره يعني يا كريم محمد انا بقول لك مش احساسي انا بقول لك ده كلام كابتن ايمن الرمادي ادى انذارين في المباراه واحد للاهلي وواحد للبيراميدا يعني واطرد محمد ابراهيم ايوه يعني عايز اقول لك مش مثلا يعني انا ماشي يا كابتن ايمن بحترم رايه طبعا اللي بيقوله وده طبعا انا عايز اقول زي ما انت بتقول هو احساس رد فعل لنتيجه المباراه وتوقيت الهدف والحاجات دي كلها لكن مش عايزين نبالغ في الامر ده يا كابتن يا كريم ليه؟ احنا عايزين التحكيم المصري ايوه اذا ما كناش عن يعني لابد ان نقبل التحكيم ده في يعني في الاتحاد يعني في الدوري الانجليزي اخطاء جسيمه أيوة. ورغم ذلك الحكام الانجليزي مستمرين هم ولو انت رحت برضو الدوري الالماني نفس الكلام الايطالي الاسباني أيوة. لابد ان احنا نكون مع حكامنا مش معنى الحكم اخطا معنى ان احنا التحكيم وحش عندنا بالظبط ده شيء طبيعي الخطا اكيد بشكرك طبعا خبيرنا التحكيم الكبير كابتن احمد الشناوي بشكرك شكرا جزيلا